اهلا بكم جمهورنا المتواجد هني في برنامج سكيلز ومشاهدينا الكرام عبر شاشات شبكه ابو ظبي للاعلام. حلقه جديده وتحديات مثيره في الاسبوع الثالث. يا هلا بكم في برنامج سكيلز الفريد من نوعه اللي بيقدم مسابقات بتسلط الضوء على اختبار مهارات وتحديات الشباب التقنيه بشكل مشوق وملهم برعايه مهرجان الشيخ زايد وتنظيم مركز ابو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني. سكيلز برنامج يهدف لتعزيز أهمية التعليم التقني في تطوير وتمكين الشباب من مهارات المستقبل وزيادة وعي المجتمع بأهمية التخصصات التقنية في سوق العمل. نحن في الأسبوع الثالث من برنامج سكيلز اللي المنافسة فيه مقسمة على 4 أسابيع، كل أسبوع هناك تنافس على 3 مهارات تنتهي المنافسة فيها بنهاية الأسبوع. نعم، واليوم 6 متسابقين يواصلون التنافس في 3 مهارات جديدة: مهارة النحت بمؤازرة الحاسب الآلي، مهارة الرعاية الصحية والاجتماعية، ومهارة الخراطة بمؤازرة الحاسب الآلي. ويتواجد ويانا الحكام لتقييم أداء المتسابقين بشكل يومي. وطبعا كل حلقة هناك مهمة محددة بين المتسابقين الثابتين في الأسبوع الثالث في 3 فئات على المسرح، وعلى الجمهور أن يتوقع الفائز في كل مهارة من 3 مهارات، وبيتم إجراء سحب يومي على جائزة مالية قيمتها 6000 درهم مقسمة على 3 فئات بواقع 2000 درهم لكل فئة يستحقها صاحب التوقع الصحيح للفائزين في 3 فئات من خلال سحب يومي. وللجمهور الحرية الكاملة في المشاركة على 3 جوائز للفئات الثلاث، ذلك عبر الاسمس 3549 اتصالات أو دو. وفي الحلقة الختامية من كل أسبوع بيتم السحب على الجائزة الأسبوعية بقيمة 30000 درهم مقسمة على 3 فئات، يعني 10000 درهم لكل فئة تمنح ل3 أشخاص توقعوا الفائز الصحيح لكل فئة. يتيح أيضا برنامج سكيلز للجمهور الحاضر في المسرح فرصة المشاركة والفوز بجوائز قيمة، هواتف وساعات ذكية وغيرها، من خلال الإجابة على أسئلة علمية بنطرحها على الحضور يوميا والحصول على الجوائز القيمة فوريا. وأخيرا نذكركم أن برنامج سكيلز يقدم للجمهور الحاضر هني ويانا في المسرح فرصة فريدة لتجربة بعض المهارات التقنية اللي تسهم في تعزيز تفاعلكم ومشاركتكم ويانا بشكل أكبر عشان تعيشون التجربة كاملة بكل تفاصيلها. برنامج سكيلز سيبدأ في أسبوعه الثالث، أهلا بكم. في حلقة الأمس كان التحدي الأول بين المتسابقين في 3 مسابقات مهارة النحت بمؤازرة الحاسب الآلي، مهارة الرعاية الصحية والاجتماعية، مهارة الخراطة بمؤازرة الحاسب الآلي. كل فئة 2 من المتسابقين تنافسوا على مهمة محددة، والحكم تابعهم عشان يحدد منو منهم في حلقة أمس تفوق على الآخر في الوقت المحدد. اليوم بيكون بينهم تنافس جديد، مهمة جديدة بينهم أيضا محددة بعد شوي بنعلنها للجميع. وطبعا التنافس بينهم مستمر حتى نهاية الأسبوع في البرنامج عشان نتعرف منو فيهم حقق الفوز، والإعلان يومها بعد على الجائزة الكبرى للمشاركين عبر الاسمس. لكن قبل ما نتعرف على التحدي الجديد، خلونا نعلن عن فائز الأمس من كل الفئات الثلاثة المتنافسة، ونعلن أيضا عن الفائزين من خلال الاسمس وجائزة 2000 درهم في كل مسابقة. نعم، لحظات ونتعرف عن الفائز في مسابقة فئة النحت بمؤازرة الحاسب الآلي بين أمل العرفي وعبد الله اليحمدي. معاكم أمل عدنان، طالبة في جامعة بوليتكنيك أبو ظبي، مشاركة في برنامج سكيلز، وصار لي سنة أتدرب مع أكتبت على مهارة النحت بمؤازرة الحاسب الآلي، وأتمنى تصوتوا لي. السلام عليكم، اسمي عبد الله ناصر اليحمدي، طالب جامعة خليفة، مشارك برنامج سكيلز في فئة CNC ميلن اللي هي النحت بواسطة الحاسوب الآلي. صار لي الحين سنة أتدرب في أكتبت
إن شاء الله أكون قد المسابقة ولا تنسوا تصوتوا لي. بعد ما تعرفنا على المتنافسين في فئة النحت بمؤازرة الحاسب الآلي مع نعمير المرزوقي الحكم والخبير في هذه الفئة، في البداية خبرنا كيف كان التحدي بينهم أمس. أمس أمل وعبد الله ما قصروا، تحدوا بشكل قوي. ناس ما خبرتك أمس التحدي كان على السرعة، من يخلص قبل الثاني. اثنينتهم خلصوا، بنشوف النتيجة منو خلص أسرع. إذن تحدي أمس كان يعتمد على السرعة. إيه نعم. يا سلام. خلونا نعلن النتيجة على طول، شو رأيكم بين أمل وبين عبد الله؟ أول شيء منو توقعون، أمل ولا عبد الله؟ التحدي الأول فازت فيه أمل. عبد الله ولا أمل؟ خلوني أعلن النتيجة. الفائز في التحدي الثاني من الأسبوع الثالث في فئة النحت بمؤازرة الحاسب الآلي عبد الله الأحمدي. مبروك يا عبد الله، حظ أوفر يا أمل. النتيجة مثل ما تشوفونها على الشاشة 10% لأمل، 11.80% لعبد الله. النتيجة الكلية لجميع التحديات من اليوم الأول تقارب كبير في النتيجة، 19.30 لعبد الله، 18.50% لأمل. تقارب كبير يا عمير، أكيد. وتحدي بيكون كبير بينهم خلال الأسبوع. أكيد. شكرا يا عمير. من اللي فاز بالألفين يا نوف؟ نتعرف على اللي فاز بالألفين درهم ونبدأ الرفل. ستارت ونقول ستوب. مبروك إذن لصاحب الرقم، مبروك بألفين درهم. مكتب مكافآت برنامج سكيلز بيتواصل معاكم لاستلام الهدية. نروح للفئة الثانية. الفئة الثانية الرعاية الصحية والاجتماعية بين فاطمة الهاملي وميرا الخزرجي. خلنا نتابع. أنا فاطمة محمد الهاملي، طالبة علاج طبيعي في كلية فاطمة للعلوم الصحية. أتدرب سنة ومشاركة في برنامج سكيلز في فئة الرعاية الصحية والاجتماعية. أتمنى أنكم تصوتوا لي. أنا المتسابقة ميرا محمد الخزرجي من مهارة الرعاية الصحية والاجتماعية من كلية فاطمة للعلوم الصحية. بكون مشاركة وياكم في برنامج سكيلز، وأتمنى أني أكون عند حسن ظنكم، ولا تنسون تصوتوا لي. بعد ما تعرفنا على المتنافسين في فئة الرعاية الصحية والاجتماعية، معنا الحكم الخبير شمة الحربي، يعطيك العافية. ونوف خلنا نعرف مع شمة كيف كان التحدي أمس. نعم، نحن الحين في فئة الرعاية الصحية والاجتماعية، فئة جدا مشيقة. في اليوم الأول شفنا إسعاف، والبارحة كان في جلطة مخ وكان في عملية تبديل ركب. واليوم بعد أنا قاعد أشوف المرضى مستعدين للتحدي، جاهزين. خبرينا عن يعني عن أمس كيف كان التحدي. الصراحة أمس التحدي كان وايد شيق، وأنا شفت إن هم اثنين الصراحة كانوا وايد شادين حيلهم، وكل واحدة تبى تثبت روحها، وأعرف إنهم الحين وايد متحمسين يبون يعرفون النتائج، فصراحة هم شدوا حيلهم الاثنتين. جميل. إنزين، منو تتوقعون، فاطمة الهاملي ولا ميرا الخزرجي؟ فاطمة ولا ميرا؟ ميرا؟ أمس فاطمة؟ اليوم الأول فازت ميرا، اليوم الثاني قلتوا منو؟ الفائز في اليوم الثاني في الرعاية الصحية والاجتماعية فاطمة الهاملي. مبروك يا فاطمة. نشوف النتائج بينهم. نتيجة الأمس نشوف 12.25% لفاطمة، 11.75% لميرا. النتيجة الكلية للتحديات من اليوم الأول تقارب جدا كبير، 22.95% لفاطمة، 22.80% لميرا. واضح جدا أن نحن راح نشهد على منافسة شرسة في هذه الفئة، ولكن خلونا نشوف الحين منو اللي فاز بالألفين درهم والتصويت عبر الاس ام اس. نقول ستارت. نوف عندك الستوب. ما صار ستارت؟ ايه، لانه خلاص متعود على صوتك. يلا ستوب. مبروك إذن، يا سلام، خمسات مبروك لصاحب الرقم، الفوز بجائزة قدرها 2000 درهم
مكتب مكافآت البرنامج بيتواصل معاكم لاستلام الهدية. أما الآن ننتقل إلى الفئة الثالثة يا نوف. الفئة الثالثة والأخيرة نتعرف على الخراطة بمؤازرة الحاسب الآلي بين سيف الحفيتي وعبد الله العولقي. خلنا نتابع. معكم سيف راد الحفيتي، أنا طالب في جامعة خليفة، وأنا مشارك في برنامج سكيلز، مشارك في مهارة الخراطة بمؤازرة الحاسب الآلي، وصار لي 3 سنين أتدرب على هالمهارة، إن شاء الله أكون على حسن ظنكم، صوتوا لي. معكم الطالب عبد الله كنهوش من معهد أبو ظبي للتعليم والتدريب المهني، مشارك في مسابقة الخراطة بمؤازرة الحاسب الآلي، وصار لي أتدرب في هالمهارة حوالي 7 شهور، وأتمنى تصوتوا لي. بعد ما تعرفنا على المتنافسين في فئة الخراطة بمؤازرة الحاسب الآلي بين سيف الحفيتي وعبدالله العولقي، معنا الحكم والخبير في هذه الفئة حنان الشامسي. خبريني في البداية كيف كان التحدي بينهم أمس؟ صراحة تحدي الأمس كان فيه شوية صعوبة، لكن المتسابقين سيف وعبدالله قدروا يخلصون المهمة على الوقت، وكانت نتائجهم جدا قريبة من بعض بصراحة. يعني بعد في تنافس وفي تقارب في النتائج. في تنافس جدا كبير من بينهم. يا سلام، يعطيك العافية. هل تتوقعين أن بنهاية الأسبوع، يعني لين ما نوصل لين اليوم الأخير في هذا التحدي وبنعلن عن الفائز بالمجمل أو مجمل الدرجات، في حد بيفرق من اليوم أو باكر؟ في حد بيفرق بالدرجة ولا بيكون تنافس كبير أو شديد بينهم لين آخر يوم؟ الاثنين تدربوا مدة جدا طويلة وساعات جدا طويلة، فأظني لين آخر الأسبوع الدرجات بتكون جدا متقاربة من بينهم. أنا بعلن النتيجة لأن سيف متوتر وعبد الله هناك أعصابه باردة. أيوة بتسب عبد الله. أيوة سيف لا متوتر، أشوفك اليوم كل يوم عندك الموضوع مثل شربة ماي، لكن اليوم متوتر، واضح التوتر عليك. لذلك أنا بعلن النتيجة بين سيف وعبد الله، الفائز في التحدي الثاني من الأسبوع الثالث في فئة الخراطة بمؤازرة الحاسب الآلي اللي أعصابه باردة اليوم عبد الله العولقي. مبروك يا عبد الله. النتيجة مثل ما تشوفونها 12% لعبد الله، 10% لسيف. النتيجة الكلية أكيد بنشوف تقارب كبير بينهم، 17% لعبد الله، 20% لسيف الحفيتي. يعطيكم العافية، شكرا يا حنان. من اللي فاز بال2000 يا نوف؟ إذن لحظة الإعلان عن الفائز بالجائزة المالية 2000 درهم من خلال السحب على رقم تليفون من الأرقام اللي توقعت الفائز الصحيح. نبدأ عند الجمهور. الستوب على أعلى صوت. ستوب ستوب ستوب. إذن مبروك لصاحب الرقم الفوز بجائزة مالية قدرها 2000 درهم. مكتب مكافآت البرنامج ويتواصل معاكم لاستلام الهدية. أما الآن أتوقع بعد ما أعلننا النتائج نبدأ 50 دقيقة جديدة، نبدأ تحدي جديد هني بين الـ3 فئات. وخلي أسمع أباكم جاهزين هني على المسرح؟ جاهزين أنتوا؟ أهم شيء جاهزين. جمهورنا جاهزين؟ يا سلام على الجمهور. 50 دقيقة ونقول 50 دقيقة. إذا نبدأ تحدي جديد، تحدي ثالث بين المتنافسين في الـ3 فئات. كل التوفيق، وبعد شوي نحن بنعلن شو هو تحدي اليوم. ولكن شو يا نوف؟ ناخذ فاصل؟ ناخذ فاصل؟ ونواصل. فاصل؟ فاصل؟ أبا أسمع فاصل بصوتكم، فاصل؟ يا سلام، نروح فاصل قصير ونرجع من بعد نكمل فقرات برنامجنا برنامج سكيلز. حان الوقت وقت الفرح، وقت الاكتشاف، وقت المغامرة، وقت اللعب، وقت الإثارة، وقت التحدي. وقت النجاح، وقت التمرين،
وقت التأمل، وقت الاستمتاع، وقت الإبداع، وقت الطعام. حان وقت القناة. مشاركة في برنامج سكيلز على مهارة النحت بمؤازرة الحاسب الآلي، وأتمنى تصوتوني. صار لي الحين سنة أتدرب في أكتيفت، إن شاء الله أكون قد المسابقة. مشارك في مهارة الخراطة بمؤازرة الحاسب الآلي، صوتولي. بكون مشاركة وياكم في برنامج سكيلز، أتمنى أني أكون عند حسن ظنكم. أتدرب سنة ومشاركة في برنامج سكيلز في فئة الرعاية الصحية. مشارك في مسابقة الخراطة بمؤازرة الحاسب الآلي، وأتمنى تصوتولي. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام، وايضا حضورنا الكريم في المسرح. تعودنا في برنامج سكيلز ان نحن نستعرض قصص نجاح اصحاب المهارات، حققوا الكثير من النجاحات، وخلف كل نجاح قصص ملهمه تستحق ان تروى. خلنا نتعرف على عضو لجنة التحكيم في مهارة الرعاية الصحية والاجتماعية، خريجة كلية فاطمة للعلوم الصحية، حاصلة على الميدالية الذهبية في المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2022، وموظفة في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني. رحبوا ويانا بالحكم والخبير شمة محمد الحربي. حيو شمة، تستاهل قصة نجاحنا لهذا اليوم. تبيني أمسكها ولا تبين؟ yeah. Thank you. شما خبرينا شو اللي شدك للرعاية الصحية من بين كل المهارات؟ أوكي، أول شيء حابة وايد أشكركم، أنا وايد سعيدة كوني جزء من هالفريق وهالبرنامج اللي يكون وايد وايد فريد من نوعه، فحابة أشكركم وايد شكراً على جهودكم خلال هالأيام اللي طافت. بتكلم أول شيء عن بداياتي. صراحةً من أنا صغيرة وأنا كنت وايد كان عندي وايد شغف وحب للمجال الطبي بشكل عام، وكنت أحس إن دوم أبى أشتغل في شيء في هالمجال. صراحة يمكن سبب إن أنا كان لي هالكونكشن إن أمي كانت ممرضة،
فكنت احس دوم كنت اسمع قصصها مع المرضى، كنت دوم اسير المستشفيات، حسيت ان انا كبرت وانا كنت دوم اسير زيارات في المستشفى. كنت وايد احب اكون جزء من الفعاليات اللي تستوي هناك، فحبيت ان بعدين اكمل في هالمجال، والتحقت بعدين في كلية فاطمة العلوم الصحية ودخلت علاج طبيعي، والحمد لله تخرجت بالبكالوريوس ما شاء الله. وبعدها رحتي على المسابقة؟ صراحة هي كملت صراحة خلال السنوات الدراسية وايد اكتسبت مهارات، مو بس أكاديمية بس بعد عملية، واللي أهلتني إن أنا أقدر أدخل هاي المسابقة. كان في تشجيع وايد كبير من الكلية تقولي تخلي هاي المسابقة، أنت ممكن تنجحين فيها. كان صدق السبورت وايد كبير، فيعني دخلت. وكان في شوي اختلافات بسبب اختلافات التخصصات. اتدربت في سكيلز هاب اكتيفيت، كنت صراحة اتدرب يمكن مال 5-6 ساعات، يعني ها حتى اقل شيء، حتى في الويكند كنت اتدرب ما شاء الله عليك. وبعدين دخلت المسابقة الحمد لله، يعني فزت بالمركز الذهبي والميدالية الذهبية. سوري فازت بالميدالية، صفقولها تستاهل. جميل. إنزين الحين فزتي في الجائزة، واليوم أنت ويانا حكم وتشتغلين في أكتيفيت، شو الخطوة القادمة لشمة؟ شوفي صراحة يعني أنا بعد المسابقة كملت ويا أكتيفيت، كنت وايد أساعد الخبراء اللي موجودين، وكان في وايد تشجيع أن أنا أخذ المهارات والخبرات اللي عندي وأبنيها في الأجيال اللي موجودة. فحسيت أن هي أنا أبقى أكون جزء من هالشيء، يعني نحن حابين نعطي مرضانا يستاهلون العناية بشكل جداً، يعني بالكواليتي المفروض يكونهم يستاهلونه، فنحن هالي نحاول ياسين نسوينا الحين. جميل. عيبتني يوم شما يوم قالت كواليتي، يعني شغل بتفاني وجودة وإتقان. طبعا من الشباب الإماراتيين، وإن شاء الله تنقلينا للجيل الصاعد القادم. بنشوف إذا محمد عنده أي سؤال قبل ما نختم. لا جميل أن اليوم ياها الإلهام من أمها، شافت أمها كونها ممرضة، اليوم أمها ألهمتها أنها تكون في هذا المجال، وانت اليوم دخلتي هذا المجال من اوسع ابوابه، كسبتي الكثير في هذا المجال. وجودك اليوم على مسرح سكيلز كحكم وخبير في فئه الرعايه الصحيه الاجتماعيه شيء كبير يا شمه، يعطيك العافيه ونتمنى لك كل التوفيق في القادم في مسيرتك وطموحك باذن الله. قبل لا ترجعين شمه، تفضلي الجمهور، ونحن حابين ناخذ منك فن فاكت في مجالك. تفضلي اعطينا معلومه انت، هي معلومه حلوه. فن فاكت ولا اسالهم سؤال؟ اساليهم، اللي بيجاوب سؤالها بيطلع ويانا في الأسئلة وبيحصل ساعة. هذا أدفانتج. يعني سؤال سهل ولا ها؟ لا سهل سهل، أحب أسهل عليهم. عاد صراحة السؤال وايد سهل، يعني شوي بس كي فكروا عطول بتلقطون الجواب. يلا. أوكي، شنو أطول عظمة موجودة في جسم الإنسان؟ سهلة. أنتوا عاد تختارون. اختاري أنت شما أنت اختاري. عادي أنت اختاري. أنت اختاري اليوم. أنت اليوم اختاري. هني 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 هني، شو أطول عظمة؟ صح، عظمة الريل. يا سلام، أول واحد بده يطلع ويانا اليوم في الأسئلة وبتكسب معانا. حيوه يا سلام. شكرا يا شمة، يعطيك العافية. نحن بعد شوي بنرجع للأسئلة، الفقرة اللي كلكم تتريونها، وبنسأل، والجوائز موجودة اليوم. أهم شيء أنتم مستعدين. يا سلام، اليوم تحدي جديد بين المتنافسين في فئة النحت بمؤازرة الحاسب الآلي. تعالوا نتعرف على نوع التحدي اليوم بين أمل العرفي وعبد الله اليحمدي. اليوم يستعين عبد الله وأمل بخبراتهما الواسعة لاتخاذ قرارات مدروسة بعناية فائقة، يهدفون إلى تحسين كفاءة عمليات التصنيع من خلال تحقيق التوازن المثالي بين الوقت والموارد مع التركيز الشديد على الدقة والجودة. المهمة التي تواجههم اليوم ليست سهلة، بل تتضمن تحديات معقدة، مما يفرض عليهم الحاجة لاستخدام خبراتهم السابقة بكفاءة فائقة وضبط توقيت برمجة الحاسوب بدقة للوصول إلى النتائج المرجوة. عبد الله أم أمل؟ ابقوا معنا لمعرفة المبدع. عشان نتعرف اكثر عن التحدي، رجعنا للحكم والخبير عمير المرزوقي. شو اخبارك يا عمير؟ طيب الحمد لله. شو ناوي تخبرنا اليوم؟ اول شيء قبل اخبركم عن سي ان سي ميلينج، حاب اقول لكم ان عبد الله وامل اليوم تحديهم
عنده مقياسات معينة لازم يبونها بالضبط، فهذا تحدي اليوم. الدقة يعني؟ الدقة مو بالسرعة؟ لا اليوم الدقة لازم يبونها بالضبط. جميل. فاليوم بتكلم عن سينسي ميلينج. طبعا أكيد كل جمهور يشوفون المكاين كلها متشابهة، بس المكاين اللي هناك سينسي تيرنينج غير عن سينسي ميلينج. أنا بتكلم عن سينسي ميلينج، والخبير حنان بخبركم عن سينسي تيرنينج. زي شو بتخبرنا؟ براويهم قطعة. هذه مثال على سينسي ميلينج. سينسي ميلينج هو عبارة يعني نحت على قطع صلبة مسطحة، فهذا مثال. طبعا هذا بغرض التدريب. يعني الفرق الكبير بينكم وبينهم انه مسطح. نحن مسطحه. اوكي زين. وهذا مثال. هذا موجود في بوابه في روسيا. هذا مثال. بوابه في روسيا. هي نعم. جيت في مدينه كازان في روسيا. ما شاء الله. هذا نفس الشكل. وان شاء الله في الايام الجايه بنسوي شيء له علاقه مع دوله الامارات، تكون مفاجاه لكم ان شاء الله. يعني هاي القطع جايه من اماكن معينه. نقدر نحن نشكل يعني مثلا عندنا درون. جميل. هذا مثال على الدرون. جميل. عندنا مثال على الطيارات. جميل. عندنا مثال على الميكانيكال بارتس، يعني هذا مثلا جيرز. جميل. انا صراحه شدتني وايد الدرونز لانها هي من الاشياء الوحيده اللي اعرف شكلها اليوم. عندنا مثالين، هذا الدرون وهذا الدرون. جميل جميل. انزين وهم اليوم سباقهم بيكون يطلعون شيء من هالاشكال؟ لا مسابقتنا اليوم مو عن هذه الاشكال. بس في الايام الجايه بتشوفون ان شاء الله. انزين ومنو تتوقع بيفوز اليوم؟ امل ولا عبد الله؟ ما اقدر اتوقع لان اثنيناتهم ما شاء الله مو بمقصرين، شادين حيلهم وكلهم عندهم الخلفيه، ففي تقارب كبير الصراحه. يعني ما نقدر نعطي هنت اليوم للجمهور؟ ما نقدر للاسف. خلهم هم يفكرون ويشوفون. خلاص تابعوا لين نهايه التحدي وصوتوا على 3 5 4 9. وشكرا يا عمير ما قصر. يا سلام. شكرا يا عمير. شكرا يا نوف. أنا شد يعني انتباهي صراحة القطع. نحن شفنا في الطابعة ثلاثية الأبعاد، وكنت أدردش مع المها وعرضناها في حلقة من حلقات برنامجنا سكيلز، أن بعض القطع اليوم التي تصنع في أكتيفت شفناها في أكبر المشاريع اللي موجودة في دولة الإمارات، ومنها مشروع قطار أو قطار للاتحاد، قطارات الاتحاد. اليوم أيضا عمير عطانا هنت أن بعض القطع اللي ممكن أن تصنع في فئة النحت بموازرة الحاسب الآلي، مستقبلاً راح نسمع عن مشروع أيضاً هذه القطع موجودة فيه. فتحية كبيرة لكل الشباب اللي موجودين في أكتيفت على هذه المهارات اللي قاعدة توصل لمختلف المشاريع اللي موجودة في دولة الإمارات. أما الآن وصلنا لفقرة جميلة، فقرة الأسئلة. أول شيء الجمهور هذا، لأن هذا متكل عليه أنا اليوم. بس محمد هني جاوب ووعدنا أنه يطلع. نعم هو أول واحد بيطلع اليوم، لكن الجمهور اللي هني ابى اسمع صوت عالي عشان تسمعون اللي هناك. مستعدين؟ سمعتوا الجمهور اللي هناك؟ اخر فرصه. مستعدين؟ اقتنعتوا اني انا بختار من هني؟ لكن اليوم وعدنا اول واحد اللي فاز بسؤال شمع حياك معنا على المسرح. حيو يعطيك العافيه. سلم. ايش حالك؟ تعرفنا بنفسك. انا اسمي خالد بن عمار المعلم. ونعم ونعم. حيو حيو. عمري 12. عمرك 12 سنة. هي. يعطيك العافية. شو رأيك في برنامج سكيلز؟ ما شاء الله وايد حلو. وايد حلو. هي. والمهارات شدتك المهارات اللي موجودة؟ كل شيء زين. شدتك؟ ايه. ها؟ يوم بتكبر شو بنشوفك؟ نفس أبوك دكتور وما شاء الله موجود يمثلنا في مصر وفي المغرب ومختلف البلدان؟ ايه إن شاء الله. يعطيك العافية. زين. سؤالي يخص المستوى الصوتي. أنت جاوبتنا على السؤال الأول، فبنساعدك في السؤال هذا اليوم. ما هو المستوى الصوتي العادي للشخص الطبيعي؟ من كم لكم ديسيبل؟ من صفر لين كم؟ ها؟ من صفر لين. ها؟ ها؟ اثنين. ها؟ زيد بعد فوق الاثنين بعد. ها؟ يمكن أربعة. بعد أكثر بعد زيد زيد. سبع. بعد هي هي بعد. هي هي ها؟ يقولون أيوة كم؟ ها؟ 20. من صفر ل 20 ديسيبل. مبروك معنا، اول جائزه راحت لابل ووتش وتستاهل. يعطيك العافيه. شكرا. الله يحفظ. نكمل بالاسئله. جاهزين؟ انا اليوم بوزع الجوائز، بروح بعد لشخص متحمس هني لاني وعدتكم انتوا هنا. اكثر واحد اكثر واحد اكثر واحد متحمس. وين؟ ها انت ما طلعت؟ ما طلعت؟ تعال 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 تعال. حيو 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 حيو. شوي شوي. ايوه
يلا السؤال عند نوف اوكي، لكن اسمك وياي انا. تعال شو اسمك؟ سلطان. سلطان يوم بتكبر شو بتستوي؟ ابى اكون شرطي. يا سلام يبى يكون شرطي، حيو سلطان. يلا شو السؤال؟ زين اسمع السؤال وطالعني. نحن شفنا المستوى الصوتي، يعني الشخص اللي يسمع طبيعي 20 جاوب من 0 ل 20 صح؟ انت مركزتي ها؟ يعني مركز السؤال حلو. اعطي السؤال. ما هو المستوى الصوتي للاذن البشريه عند الاحساس بالالم؟ يوم في الم في الاذن كم يستوي؟ من كم لكم؟ من 0 ل 20 قلنا الانسان الطبيعي اللي ما يحس بالم. شوفني. يوم في الم في اذنك ركز وياي. كم هو الرقم؟ من 120 لين كم؟ لين كم؟ من 120 لين كم؟ زيد 20. زيد 20 140. يا سلام عليك 140، مبروك سلطان. مبروك ابل ووتش تستاهل. انت شو لابس؟ هاي ساعة شو؟ ساعة فتبت. ايه صح؟ تسوي رياضة؟ ايه. يا سلام بعد هاي بتفيدك في الرياضة. يعطيك العافية. ايوه. ركز ها؟ يلا التحدي الثاني عند نوف ونكمل الأسئلة. اليوم تحدي جديد بين المتنافسين في فئة الخراطة بمؤازرة الحاسب الآلي. أو قبل الخراطة شو رأيك ناخذ الرعاية الصحية؟ ناخذ الرعاية الصحية والاجتماعية؟ ناخذ الرعاية. يلا ناخذ الرعاية الصحية. كنا عندهم. يلا. ناخذ الرعاية الصحية والاجتماعية بين فاطمة الهاملي وميرا الخزرجي. في هذه المهمة ستعتني ميرا بمريض مصاب بمرض السكري من النوع الثاني، والذي يعاني من زيادة الوزن وقد تم تشخيصه حديثاً ويعارض العلاج. تتضمن المهام تثقيف المريض وتقديم النصائح حول النظام الغذائي الجيد وفحص الجرح في الإصبع وقياس وزن المريض وإرشادات حول العناية بالقدم. بينما تقوم فاطمة بزيارة منزلية لمريض تم تشخيصه حديثاً بمرض التصلب المتعدد، حيث ستقوم بتقييم حالته العامة وتقديم المساعدة اللازمة. تشمل مهام الرعاية تعليم كيفية النهوض بأمان بعد السقوط وتنفيذ تدريبات المشي والتقييم البدني وتقديم النصائح لتجنب السقوط والحوادث في المنزل. ابقوا معنا لمعرفة من ستظهر تعاطفا ودعما للمريض ويعزز من شعوره بالأمل. ميرا أم فاطمة؟ بعد ما تعرفنا على المتنافسين وتحدث اليوم من بينهم، أنا قاعد أشوف فاطمة الهاملي وأيضاً ميرا قاعدين يكلمون المريض، فأنا بس بحط المايك لأنه ما نقدر نكلمهم. The choice of food that you're going to be choosing has to be a bit thoughtful. So for example, instead of going to fast food chains and all of these things, try to search on your food phone because you're out of the country, you know. You have to choose the restaurant that you're going to be eating. طبعا نحن قاعدين نشوف فاطمة قاعدة توصف للمريض وتشرح له أكثر، تحاول تقنعنا أنا اللي فهمته، تحاول تقنعه بشيء معين. أيضا ميرا خلونا نسمع شو تقول. حاولي إنك تشوفين القلم، فبحاول أحركه باتجاهات وخلت تشوفين القلم. تمام؟ ببدأ الحين. ايضا في طريقه علاج، وفي يعني صراحه حوار كبير بين المرضى وبين الطبيب وبين المشرف اللي موجود اللي مختص بالرعايه الصحيه والاجتماعيه. حنان شمه، قبل ما نروح عند حنان هناك، شمه تحدي اليوم بينهم شو هو بالضبط؟ التحدي اليوم شوي مختلف عن امس، ويعني نحن حبينا حتى ان شوي نعكس البيئه اللي كانوا فيها امس عشان نشوف الصعوبات اللي هم بيواجهونها اليوم، وخلنا نشوفهم بعدهم تونا بادين، فاحس انه وايد وايد من وقت اني اقول شو ياسين يسوون، بس لين الحين هم الاثنين نفس المستوى. نفس المستوى. جميل جميل. شكرا يا شمع، شكرا، يعطيك العافيه. والحين ننتقل نرجع مره ثانيه للاسئله. زين جاهزين للاسئله؟ زين هالمرة نختار ولا بالسحب؟ شو رايكم نسحب؟ شو رايكم نسحب؟ نسحب نسحب. يلا. نسحب رقم، بسم الله، نقول.
243. حياك. طلعت ويانا قبل؟ طلعت بس ما فزت. يلا حظك اليوم تطلع مرة ثانية. يلا جاهز؟ ذكرنا باسمك. ياسر. قرب المايك هنا. قرب المايك. زين. أيوة ياسر. يلا السؤال سهل والحين بروحك. يلا. ما هي العضلة التي توجد بين الصدر والبطن وتلعب دور مهم في التنفس؟ الحجاب الحاجز. يا سلام الحجاب الحاجز. مبروك الأبل ووتش. يعطيك العافية ياسر. طلع معنا قبل لكن ما فاز واليوم طلع رقمه. يلا نسحب بعد رقم. شوف الرقم 217.217. اللي بعده اللي بعده اللي بعده موجود 217. راحت عليك يا 125. يلا 217 وسؤالك بعد سهل. عرفنا بنفسك وسؤالك عند نوف. السلام عليكم. خالد عبد الرحيم. خالد. يلا يا خالد. يا خالد. خالد شو تشتغل؟ انا مهندس ميكانيكي. مهندس ميكانيكي. نعم. يا سلام. يلا سؤالنا طبي. جاهز؟ تمام. يلا. ما هي الفيتامينات التي تعرف ما هي الفيتامينات التي تعرف بفيتامينات الذوبان في الماء؟ ايوه يا خالد. ها كل الفيتامينات. فيتامينات تعرف بفيتامينات الذوبان في الماء. سي. سي موجود. سي. الزنك موجود. سي. لا 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 فيتامين سي صح. والثاني شو؟ والكالسيوم موجود. لا هذا سي. سي وغيره. سي والبي. لا. اكيد. لا لا البي. ليش لا؟ فيتامين سي والبي. ليش سديته؟ صح كان. قول سي وبي. فيتامين بي وفيتامين سي. ومبروك يا خالد تستاهل. حيو حيو. يلا قبل لا ناخذ حد ثالث ويانا وقبل لا نتعرف على مسابقة اليوم في مؤازرة الخراطة بالحاسب الآلي نطلع فاصل ونواصل وياكم برنامج سكيل. حان الوقت وقت الفرح وقت الاكتشاف وقت المغامرة وقت اللعب وقت الإثارة وقت التحدي وقت النجاح وقت التمرين وقت التأمل وقت الاستمتاع وقت الإبداع وقت الطعام. حان وقت القناة. شارك في برنامج سكيلز على مهارة النحت مؤازرة الحاسب الآلي وأتمنى تصوتوا لي. صار لي الحين سنة أتدرب في أكتيفت وإن شاء الله أكون قد المسابقة. مشارك في مهارة الخراطة بمؤازرة الحاسب الآلي.
صوتوا لي. بكون مشاركة وياكم في برنامج سكيلز، أتمنى أني أكون عند حسن ظنكم. أتدرب سنة ومشاركة في برنامج سكيلز في فئة الرعاية الصحية. مشارك في مسابقة الخراطة بمجرة الحاسب الآلي، وأتمنى تصوتوا لي. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا، واليوم تحدي جديد بين المتنافسين في فئة الخراطة بمؤازرة الحاسب الآلي. تعالوا نتعرف على نوع التحدي اليوم بين سيف الحفيتي وعبد الله العولقي. اليوم يأخذ التحدي الأبعاد الحقيقية للحرفية والدقة، فينطلق سيف وعبد الله في مشروع تنافسي يمتد عبر يومين، صنع زجاجة ماء مصنوعة من النحاس من خلال تشكيل الجزء العلوي من الزجاجة بالدقة المطلوبة. هذه المنافسة لن تكون مجرد اختباراً للمهارات، بل ستكشف دور مكينة الخراطة في عالم التصنيع. تابعونا لتكشفوا الفائز وراء هذا التحدي المثير. عشان نتعرف أكثر على منافسة اليوم في الخراطة بمؤازرة الحاسب الآلي، ويانا الحكم والخبير حنان الشامسي. يا مرحبا فيك يا حنان. مرحبا. شو بتخبرينا اليوم؟ اليوم أول شيء بتكلم شوي عن تحدي اليوم. عندهم لازم يصنعون 5 قطع من النحاس في مدة 50 دقيقة. بيكون تحدي وايد صعب لأن الوقت عندهم قصير، فأظني المتسابقين تعلموا من الأيام اللي طافت وعندهم استراتيجيات جديدة عشان يخلصون في الوقت المناسب. فعندي أمل كبير أنهم يخلصون إن شاء الله. يعني توقعاتنا أنهم يخلصون هي إن شاء الله، بس ما في توقعات للفائز. لا والله ما نعرف. إنزين، سر اليوم السرعة، الدقة، نفس ما كنا نسمع في النحت بمؤازرة الحاسب الآلي، قالوا عندهم مهمة الدقة اليوم. أنتوا؟ إحنا عندنا بعد الدقة مهمة، لأن مثل ما قلت ياسين يشتغلون على النحاس، وعندنا في الخراطة المواد اللي نستخدمها مهمة. فمثلا عندنا النحاس تتغير المقاسات مع درجة الحرارة، فلازم المتسابقين يخلون هالشيء في بالهم عشان مقاساتهم تكون صحيحة. وشو أكبر فرق بينكم وبين النحت بمؤازرة الحاسب الآلي اللي شفناهم في البداية وبين الخراطة بمؤازرة الحاسب الآلي؟ طبعاً مثل ما الخبير عمير قال، النحت عندهم مسطح، لكن عندنا إحنا هني في الخراطة القطع أسطوانية مثل ما تشوفون هني. القطع أسطوانية تدور حول نفسها، وعندنا هني أدوات القص أو أدوات القطع، الكاتينج تول تكون على الدور على البارت نفسه. هناك سمعنا ان في قطعه من كازان روسيا في البوابه، هني شو قطعه مميزه عندكم؟ هني عندنا قطعتين مميزين. اول شيء عندنا هذه القطعه مصنوعه من الالمنيوم، هذه قطعه من مكونه من قطع غيار البوت او من السفينه، فهي تكون ورا تحت بس طبعا تكون بحجم اكبر. او عندنا بعد قطعه ثانيه هني مصنوعه من الالمنيوم وبعد نحاس مركبين في بعض، هاي سبارك بلاك في السيارات. اللي يعرف السيارات هالقطعة بتكون فاميليار حقها. جميل جميل. وخلاص آخر كلام، ما في توقعات؟ ما في توقعات. ما على الجمهور هالمرة. نرجع لمحمد الحين ونرجع لفقرة الأسئلة. مشكورة يا حنان، ما تقصرين. شكرا يا حنان، شكرا يا نوف. نرجع للأسئلة من جديد. أنا باخذ الجائزة معاي وبختار أحد الأشخاص المتحمسين. اختار البنات، ما اخترنا بنات اليوم. على طاري البنات، هذه البنوتة اللي أنا بروح لها. تعالي. أنا بيج. أنا بيج. أنت يالسة مع منوه؟ أنت يالسة مع أبوك؟ لا، هذا جدي. يدك ما شاء الله. أعطوني هالكرسي، ممكن تعطيني شمة هالكرسي؟ أيوة، أعطوني هالكرسي. الوالد سلام عليك. سلام ورحمة الله. يعطيك العافية. كيف الحال يا والد؟ تعرف انك انت منورنا هني ببرنامج سكيلز. منورنا ما شاء الله. حيو حيو الوالد هني يستاهل. الله يستر عليك يا رب. شو اخبارك؟ خير. تعالي انا بسألك سؤال وبعطيك جائزة، اوكي؟ يلا. سؤالك يقول، ساعد هالوالد ان شاء الله. بشكل. يلا. اسهل سؤال بطلع انا. يلا. عطها سؤال رقم 8 بنساعدها. رقم 8 يلا. سؤال رقم 8 يقول، عندنا في الإمارات محطات للطاقة النووية، زين؟ يتم استبدال حزم أعمدة الوقود النووي من قلب المفاعل كل كم شهر؟ كم تتوقع؟ كل شهرين. 17 شهر ولا 18 شهر ولا 19؟ 17 ولا 18؟ 18 شهر. 18 وإجابة صحيحة، مبروك. يا سلام يا سلام. ها، فرحان؟
اكيد مستانس بوجودكم. يا سلام مستانس ببرنامجنا ما شاء الله. يا سلام ما شاء الله. خاصة انا من محبين الميكانيكا يعني محبين الميكانيكا الميكانيكا ما شاء الله. نعم يا سلام. واليوم جاي مع احفادك. وانا جاي مع احفادي اليوم. يا سلام يا سلام. انا اجمل اليوم صوره اشوفها هذه جايستك. ها يعطي شو اسمك؟ ريم. ريم هذه جايستك يا ريم. ريم جايه مع يدها اليوم وكل يوم في برنامج سكيلز صراحه نشوف يعني مشاهد جميله. شكرا الوالد. شكرا يا ريم. ونحن مستمرين في الاسئله ولا شو رايك يا نوف؟ نسحب. يلا نسحب. نسحب ولا نختار؟ ها نسحب. سحبنا. يلا سحبت. سحبنا. يلا 250. 250 منو؟ في حد 250؟ 250. يلا تعالي 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 تعالي. 250. يلا تعالي. بتفوزين ولا لا؟ ما ادري. كيف ما ادري بعد؟ يلا نعطيها سؤال خامس نوف. سؤال خامس. سؤال سهل. اعطيها اصعب سؤال. ها آه. شو اسمك؟ حمده. قربي. اوكي حمده. حمده شو تدرسين ولا شو تشتغلين؟ تمريض. تمريض؟ يعني ها اليوم فئه الرعايه الصحيه والاجتماعيه انتي مستمتعه وياهم؟ ايه اكيد. يا سلام. زين يلا السؤال الخامس. سؤال خامس. سؤال يخص التمريض. اوكي يلا. ما هي الغده التي تتحكم في الافرازات الهرمونيه للجسم وتعرف ايضا بالغده الرئيسيه؟ الغده الرئيسيه شو؟ الغده الدرقيه. لا ها وتمريض. لا ها قربي المايك وجاوبي. ها الغدة الرئيسية هي شو اللي تتحكم في الإفرازات الهرمونية؟ شو؟ النخامية. ها النخامية أو النخاعية. إجابة صحيحة. مبروك. تستاهلين. فستي. يا ما أدري كيف ما أدري. مبروك يا حمدة. يلا نروح بعد لسؤال ولا ناخذ سؤال. ها تبون سؤال؟ أنا عندي آخر أبل ووتش. آخر أبل ووتش. اختار ولا اسحب؟ لحظه لحظه لحظه. اختار ولا اسحب؟ اسحب صح. انت قلتوا اسحب. يلا بسحب. اختار اختار. خلوني اختار. يلا اختار اختار اختار. اكثر شخص متحمس واختاره. لا ها اكثر شخص متحمس. ابا حماس. لجنة التحكيم ساعدوني. يعني أكثر شخص متحمس. أبا شخص متحمس. ها أشوف السؤال. ها كيفكم؟ ها صعب الاختيار والله. اليوم الكل متحمس. خاف أختار حد ويزعل. محمد. أوكي تعال. أنت طلعت قبل. لا تعال وانت تعال اخر واحد. ايوه تعال. يلا لا هناك هناك. يلا تعال ما بردك. تعال 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 ابويا. تعال تعال تعالوا ثلاثتكم. تعال وينك انت؟ وين رحت؟ تعال انزل. يلا لا هو تعال. خلهم تعال. في النص. خلهم كلهم في النص. يلا اسرع واحد يجاوب. اوكي ما اسرع عندي. واحد يجاوب. يلا اسرع واحد يجاوب. لا ما يسوي يجاوب معاي. كل واحد بيب اخوه. انا بعد ساعده. لا لا ساعده من تحت. ساعده من تحت. وقف هني عشان المايكات ما عندنا غير. اسرع واحد يجاوب بياخذ الجائزه. اوكي مشكله. الاسئله السهله كلها خلصت. ناخذ السؤال السابع. السابع السابع. يلا هناك نحن قلنا يتم استبدال احزمه اعمده الوقود النووي من قلب المفاعل كل 18 شهر. زين كم حزمة من أعمدة الوقود النووي تحتاج محطات براكة للطاقة النووية؟ كم حزمة؟ اثنين. لا وايد أكثر. وايد أكثر. رقم 15. لا ثلاثة أرقام. 90. ها 90. وايد أكثر من 90. 120. بعد أكثر. 195. أكثر. 200. قربت. قربت. 110. 210. أكثر. 220. أكثر شوي. 230. أكثر شوي. 240. 241. أنت أقرب واحد. مبروك. شو اسمك؟ لال عجيل. مبروك الأبل ووتش طلعت ثلاثة. عشان ما حيزعل بعد شو أسوي؟ لكن الحين وصلت لسؤال الأيفون. سؤال الأيفون. اختيار بالرقم. اختيار بالرقم. اختار. اختار ولا اسحب؟
اختار ولا اسحب؟ اسحب. سؤال الايفون، بسحب رقمين، بسحب رقمين. نوف اسحبي رقم وانا بسحب رقم، صح؟ يلا السؤال، يلا هذا رقم قدامكم، الرقم هو 159. وين 159؟ ارفع ايده. 159. 159 وينه؟ انت 159، انت 159. اسرع اباك تجيني اسرع. والرقم الثاني اللي عندنا، الرقم الثاني 41. 41 41 41 صحيح. تعال يلا، شو اسمك هني؟ راشد خالد. راشد، وانت؟ عبد الله. عبد الله. عبد الله خليك عند نوف عشان المايك، وراشد امسك امسك هني المايك لروحك. طالعت يلا بسألكم خالد السؤال. ولا عبد الله؟ عبد الله. اي رقم نسأل السؤال؟ رقم رقم 9 جاوبنا قبل شوي، حنان جاوبت حتى عليك. رقم 6 صدقين قاعد اقول انا صار لي سؤالين. ها رقم 6 نو رقم يلا رقم 6 رقم 6 سؤال. اسرع واحد يجاوب. شوف انا قلت الجواب مرتين. لو شو بعد صبر خلني بسأل الحين. اسرع واحد يجاوب بياخذ. ها انت بتركض ولا بتجاوب اسرع؟ شو انت مستعد؟ يعني ان شاء الله. اعصابك بارده؟ الحمد لله. انت اعصابك بارده؟ لا. يلا سؤال عند نوف. يلا نوف سري سؤال. توضع، ما الحمد لله ما فيها كلمه فيتامينات. يلا توضع. توضع حبيبات الوقود النووي داخل انابيب معدنيه عند تجميعها معا، يطلق على هذه الانابيب مسمى؟ شو يطلق على هذه الانابيب؟ ممكن تعيد السؤال اسمع. توضع حبيبات الوقود النووي داخل انابيب معدنيه عند تجميعها معا، يطلق على هذه الانابيب كبسولات. مسمى؟ كبسولات. لا لا انا قلتها مرتين قبل شوي في السؤالين اللي طافن. ها اسطوانات. لا ها اسمها بقول لكم اول كلمه. ايوه اوكي. حزمه. ايوه ايوه. شو حزمه؟ ها حزمة وقود. وين راح؟ وين روحت؟ ها شو شو الجواب؟ مجمع. مجمع. حزمة. حزمة. مدفع. شو مدفع رمضان؟ ها حزمة نووية. لا ها حزمة. قريب قريب. حزم. شو حزم؟ شو انت قلت صح؟ حزمة. حزم. شو حزم؟ أعمدة. شو حزم؟ أعمدة. ايه حزمة. شو قال؟ قالها هي قبل قالها صح. حزم. انا قلتها. شو حزمة فاعل. حزم. لا قلت الكلمة. حزم. وين انت متحمس؟ حزم نووية. حزم متفاعلة. لا متفاعلة. وين شو متفاعلة؟ حزم متفاعل نووية. ركزوا معي. أيوة. حزم. حزم نووية. لا حزم معدد نووية. حزم الوقود. ايوه حزم الوقود النووية. معدد الوقود النووي. مبروك. لحظة مبروك الايفون. راح الايفون هني. تعال الخطير. تعال نشكرك عبد الله. تعال تعال اسرع اسرع اسرع. انت الخطير. انت تعرفه اخوك؟ ايوه. يا سلام. بس بعد نريد نشكر عبد الله على المحاوله. شكرا يا عبد الله. تحمل تحمل. يا سلام. الوقت المتبقي ويانا. كيف الاخو يفزع لاخوه؟ هاي فزعه الاخو. يا سلام. يلا 30 ثانية قبل ما نختم. أنا أبا كل واحد يكون في مكانه. أبا أشكركم اليوم على حضوركم، صراحة حضور جميل. شكرا حتى اللي موجودين هناك جايين من القناة يتمشون ومرة وسيروا علينا، يعطيكم العافية. موجودين لين آخر يوم في رمضان، 15 ثانية وينتهي التحدي. خلود هناك أبا أسمع منك على صوت. أيوة أبا أسمع على صوت. 9 7 6 5 4 3 2 يا سلام. يعطيكم العافية جمهورنا ومشاهدينا الكرام. وصلنا لختام حلقة اليوم من الجولة الثانية بين الست متسابقين في ثلاث فئات على المسرح. نافسوا في حلقة الليلة لحل التحدي الثالث في مهاراتهم، وبنعلن عن الفائز في كل فئة بداية الحلقة القادمة نفس ما عودناكم. واصلوا التصويت على الفائز لكل مسابقة عشان تربحون يوميا جوائز مالية 2000 درهم على كل مسابقة من الثلاثة. باكر حلقة جديدة بين هؤلاء المتنافسين
تحدي جديد في الأسبوع الثالث من برنامج سكيلز، ونقول إلى اللقاء، مع السلامة، نلقاكم غداً.